السلام عليكم. ان شاء الله ده هيبقى فيديو تكملة المش في 3D. في البداية انا هنوضح ايه هو الجيومتري اللي هنشتغل عليه. طبعا ده شكل الجيومتري اللي هنشتغل عليه، عبارة عن تربينة. التربينة محطوطة في 2 دومين، دومين داخلي بنسميه انر دومين، ودومين خارجي بنسميه اوتر دومين. انر دومين ده ليه استخدامين. الاستخدام الاساسي هو استخدام في المش، ان انا بكثف المش حوالين البادي، بعدين ده بيديني اكيوريسي في الحل اعلى. وتاني استخدام ليه ان في الروتيشن بادي، الاجسام زي التربينات ما بعوز اعمل لها دي ار بي ام، لازم يبقى فيه انر دومين. الانر دومين ده هو اللي انا بديله الار بي ام اللي التربينه بتدور بيها، وهنوضح الشغل ده في السيت اب. تمام. بعدين ده انا بوضح الشكل. طبعا الفلويد هيدخل من هنا، هواء، هي اير تربين، وهيخرج من هنا، وده نعتبره كله وول، كانها محطوطة مثلا في ويند تانل. تمام. نقفل ونفتح المش. البرنامج فتح اهو، وزي ما انتوا شايفين ده الجيومتري بتاعنا ظهر هنا اهو، الانر دومين اللي جوه والاوتر دومين، محاور. بعد كده في حاجه اسمها كونكشن. الكونكشن ده بين اي فيما في بيحصل اكتر من بادي لازم يبقى في بينهم كونكشن. بيظهر لك هنا، ظهر لنا ليه ده؟ عشان احنا استخدمنا اداه البولين، عرفنا الجيومتري ان الاثنين دول ليهم علاقه ببعض. طب لو ما ظهرش نقدر نعرف، ندوس هنا انسيرت مانوال كونتاكت ريجن، بنختار هنا التارجت بادي الجسم الاوتر دومين، وبنختار كونتاكت بادي الانر دومين. لكن طبعا هي متعرفه، وبعدين ايه احنا هنقفله. بعد كده هندخل على المش زي برضو التو دي، تختار هنا، تيجي هنا عند سايزنج، تختار كيرفتشر بروكسيمتي اند كيرفتشر، فورس بنختاره فاين، عند كواليتي بنختار هاي، بعدين بندوس ابديت. هو دلوقتي بيعمل المش. المش خلص كده. طبعا ده شكل المش ان استراكشر. طب انا لو عايز اشوف الجسم اللي جوه، بنختار البادي، بضغط هنا، بدوس ايه هايد بادي، مثال للجسم اللي جوه ان استراكشر ده برضو. طب انا دلوقتي ده ان استراكشر، افرض انا عايز اعمل استراكشر. ال 3D مختلف عن ال 2D. ال 2D لما بتيجي تستخدم الديتيلز اوف مش، بتدخل هنا المدخلات، بيقدر يحاول على قد ما يقدر يعمل ستراكشر دي مش. ال 3D بيبقى الموضوع بالنسبه للبرنامج صعب، لازم انت تعمله مانوال، ان انت تبدا تدخل كل حاجه بنفسك. تمام. بعدين احنا هنعمل هنا ايه، شو اول بوديز انسيرت ميثود، زي ما واضح قدام اهو، ده كده الاوتوماتيك ميثود. اول حاجه اما بختار insert method، هنا اول حاجه بختار الجيومتري. انا دلوقتي عايز اعمل على الاوتر دومين. طب افرض انا عايز بختاره، بعدين بدوس ابلاي. افرض انا عايز اعمل على الانر دومين، بدوس هنا الجيومتري، بدوس هنا على الانر دومين، هو بيحدد الاوتر دومين. بروح جاي دايس هنا كده، انا حددت الانر دومين، بنزل هنا اوتوماتيك، بدوس ابلاي، كده انا حددت الانر دومين. لكن انا عايز اشتغل على الاوتر دومين، هعمل له استراكشر ديمشن. استراكشر ديمشن في ال 3D بيبقى عباره عن هيكسا او بيراميد او ويدج، الثلاثه دول. بعدين انا دلوقتي عايز اعمله هيكسا، عباره عن مكعبات، بختار هيكس. تمام. وبروح جاي دايس على طول ابديت، وكده المش خلص. ده شكل المش، عبارة عن مكعبات، كل element نقدر نحدده عبارة عن مكعب، تحول لكل مكعبات. ده ال outer domain بس، لكن ال inner domain لو خفينا ده، ال outer domain لو خفيناه، دوسنا hide body، ال inner domain لسه زي ما هو. طب أنا دلوقتي عايز أعمل ال inner domain على شكل ال element، على شكل ويتش او شكل هرم، ندوس هنا انسيرت ميثود،
طبعا بحدد الانر دومين لاي، بختار هنا ايه مالتي زون، اختار هنا هيكسا اند برايزم، بختار نوت الاو تترا بيراميد، دوس هنا ابديت. هو دلوقتي هيبدأ يعمل الانر دومين، يبدأ يعمل الاوتر دومين تاني، بس الاوتر دومين هيعمله على الميثود اللي هي هيكس، الانر دومين هيعمله على المالتي زون. طبعا كده البيج خلص، لو بصيت معايا كده تعالى نحدد الاليمنت، هتلاقي الاليمنت هنا على شكل هرم. طبعا ديت قاعدة الهرم السطح ده، وزي ما انت شايف كده اضلاع الهرم اهو، وده راس الهرم تمام. برضو انا عايزك تاخد بالك اللي انا هنا جيت عملت body size show all type، رحت مختار عملت insert sizing، رحت ايه مختار body size، رحت معلم على body ال inner domain، واديته element size 1/10، والبادي سايزنج للاوتر دومين رحت مختاره 2/10 تمام. هو طبعا ما يفضل ان احنا نقلل المش اكتر من كده، يعني لو شفنا عدد الاليمنت هتلاقي عدد الاليمنت هنا ايه 52، ده يعتبر صغير بالنسبه للشكل ده، بتقلله اكتر من كده تمام. في حاجات لسه برضو مش شرحتهاش، يعني لو هنا بصينا الميثود هنا اخترنا مثلا اي حاجه، هنا عندك التترا، التترا ده اللي هو انستراكشر نفس اللي عملوه لنا البرنامج في الاول. الهيكس شرحناه، والمالتي زون، في اللي هنا سويب. سويب ده بيبقى مفيد جدا الكريبات الكبيره زي الحلقات، لو عندك مثلا الدومين بتاعك على شكل حلقه تقدر تستخدم سويب، بيعمله يعني بيعمل مش على السويب، هو مصمم عشان يعمله عليه. طبعا دلوقتي انت يعتبر كده خلصت المش كده، هو لسه بس عمله ابديت في الاخر. تبدأ دلوقتي بقى ايه، هنبدأ نسمي الباوندري كونديشن. بنختار هنا برضو عايز اعرفك الباوندري كونديشن في 3D عبارة عن ايه، فيسز. نختار هنا الفيس الأداة بتاعتها، وبنختار هنا نحدد الفيس ونسمي كل فيس على حسب اللي احنا عايزينه، لكن في 2D عبارة عن ايدج، بنختار الايدج في 2D وبنحدد كل ايدج احنا عايزينه تمام. انا بالنسبه لي ده المدخل، بتوضع هنا نيم سيليكشن انليت، الاوتليت ده، تمام. الاربعه دول بنسميهم وول، اربع سطوح دول، لكن هما احنا لو سيبناهم هما هيتسموا لوحدهم، عايز نسميهم هنسميهم، بتدوس كنترول وبتتعلم عليهم كلهم. طبعا انا هنا لازم اسمي الانر دومين والاوتر دومين تمام. بختار البادي، بعلم على الاوتر دومين، اكتب اوتر دومين اوكي، بدخل على الانر دومين احدده كده، وادوس انر دومين طبعا. انا دلوقتي كده عايز اعرف التربينه، يعني التربينه ديت عندي لو عايز مثلا احسب لها هي مش موجوده دلوقتي، وانا عايز اعرفها بروح جاي دايس هنا على البادي، بعمل هايد على هنا، ندوس في الجيومتري. انا دلوقتي التربينه ديت جوه الأصح، أو الأصح يعني أسطح التربيل، بختار هنا عم بعلم على الفيس، دوس هايت فيسز وهايت فيسز، بخفي كل حاجة ما عدا التربيل تمام. بختار هنا من السهم ده بوكس سيليكت، معلم عليها كده، هي اتعلمت لي التربينة كلها، دايس عليها كليك يمين، دايس تربين تمام. وهدوس هنا بقى ايه، شو اول بادي شو هيدن فيسز تمام. خلاص كده انا سميت التربينه، سميت الانر دومين، الاوتر دومين، الوول، الانليت، والاوتليت.
تمام كده هي جاهزة اللي هي تدخل على خطوة الصيتا. برضو يعني عايز اوريك في حاجة اسمها هنا أداة اسمها وير فريم، ممكن تضغط عليها يظهر لك الشكل كده. تقدر تظهر لك الشكل يبقى واضح أكتر. لو عايز مثلا تاخد صورة مثلا في برزنتيشن، تاخد صورة مثلا معينة، تضغط على الوير فريم تشوف بغير شكل، تحدد لك الرسمة أحسن كده. يعتبر المش خلص وجاهز إن هو يدخل على خطوة السيت اب. قبل ما أقفل البرنامج بعمل أبديت. تمام كده عمل أبديت، بروح جاي أقفل. يعتبر كده البرنامج جاهز ان هو يدخل، او المش جاهز انه يدخل خطوة السيت اب. وقبل ما ادخل على خطوة السيت اب، انا عايز اوضح حاجة مهمة، ان الفيديوهات اللي انا بعملها ديت للمبتدئين لسه اول مرة يستخدموا البرنامج. بعدين انا في حاجات كتيرة بهملها، في حاجات كتيرة ما بتكلمش عنها، عشان انت لسه كواحد اول مرة تستخدم البرنامج مش هتحتاجها دلوقتي. لكن انت لو عايز تتعرف عليها ممكن تكلمني، او تكلمنا على الإيميل، أو ممكن تكتب في التعليقات وأنا أقدر أجاوبك عليها إن شاء الله. بعد كده يبقى فاضل لنا دلوقتي هو خطوة السيت اب، وبعد كده خطوة الريزلت. وفي الآخر خالص طبعا أنا هعمل فيديو عن مشروع كامل، وإنك إزاي بعد كده تعرضه كبرزنتيشن، إيه الصور اللي أنت ممكن تعرضها، وإيه الكلام اللي أنت تقدر تكتبه في البرزنتيشن. تمام كده الفيديو يكون خالص.